شيقة وهي عن الصوت وكيف ينشأ. الصوت هو نعمة من النعم التي أنعم الله تعالى بها علينا حتى تيسر أمور حياتنا، فلنحمد الله ونشكره على هذه النعمة. أعزائي الطلبة، تعلمنا في الصف الأول عن الحواس الخمسة، فلو سألنا أنفسنا ما هي الحاسة التي أستخدمها لسماع صوت الأشياء؟ تذكر يا بطل، ما هي؟ أحسنت، إنها حاسة السمع. دائما هناك أصوات حولنا، نسمع أصوات كثيرة، على سبيل المثال صوت الإنسان. دائما هناك أصوات حولنا في كل مكان، وهو صوت الأصوات الكثيرة المتعددة. وقصد الأصوات على سبيل المثال هي الإنسان، لازم فعلا تعرفه، والحيوانات، وأيضا صوت الحيوانات، والنباتات عندما تهزها الرياح. نشاهد هذه التجربة لنتعرف على إجابة السؤال، كيف ننشر الصوت؟ هيا بنا. قم بهذه التجربة البسيطة بنفسك. ثبت أحد طرفي المسطرة على منطقة، ثم ادل الطرف الآخر لأسفل، ثم اتركه. حتما ستسمع هذا الصوت المميز. وإذا أمسكت بطرف المسطرة بس سيتوقف الصوت. كانت ثانية. من هذه التجربة البسيطة نستنتج أن الأصوات تنتج عن اهتزاز الأجسام. عندما كانت المسطرة ثابتة لم يصدر لها صوت، وعندما اهتزت المسطرة انظروا، نشأ لها صوت وسمعناه. إذن المسطرة وهي ثابتة لم ينشأ لها صوت. إذن كيف ينشأ الصوت؟ أحسنت يا بطل، رائع، لقد نشأ الصوت عن طريق الاهتزاز. إذن ما هو الاهتزاز يا بطل؟ عندما كانت المسطرة ثابتة لم يصدر لها صوت، وعندما اهتزت المسطرة نشأ لها صوت. وإذا أمسكت بطرف المسطرة بس سيتوقف الصوت. إذن كيف ينشأ الصوت؟ أحسنت يا بطل، رائع، لقد نشأ الصوت عن طريق الاهتزاز.